السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده فيديو خاص بالمميز شويه، لان الفيديو انا جاي اتكلم فيه عن مجموعه سانوسان. المجموعه دي طبعا مخصصه للاطفال، يعني اللي هم حديثي الولاده، لان المجموعه اللي معايا اللي هي بتبقى لها زيرو دي الطفل اللي هو لسه مولود. تمام، دي بقى المجموعه دي يا بنات، يعني انا عايزه اقول لكم ايه المجموعه دي بالظبط. قعدت معايا سنه ساعه ما جبتها، بس طبعا على حسب استخدامك ليها، يعني ممكن تقعد معاكي اكتر من سنه او اقل من سنه، على حسب بقى انت بتستخدمي كميات قد ايه. تمام، دلوقتي بقى انا هقول لكم كل حاجه عنها. اولا كده انا حبيت ان انا في اول الفيديو اقول لكم هي بتقعد قد ايه، بس ده برده مش مقياس، لان على حسب انت استخدامك للبيبي بتاعك. تمام، تاني حاجه انا كنت جايباها من على امازون، ده كان عرض، يعني انتوا شايفين قدامكم المجموعه دي كلها كانت عرض. تقدري بقى انت تشتريها من اي صيدليه بتتباع في العزبي وخليل ومحفوظ والصيدليات سيف وكلام من ده، يعني اي صيدليه كبيره هتلاقيها موجود فيها. تمام، بيبقوا عاملين عليها عروض. انا لما كنت جايباه ب 700 العرض ده، بس كنت جايباه من على امازون. حاليا ما اعرفش الصراحه سعره وصل كام، وهل انا ممكن اجيبه تاني ولا لا. انا ممكن اجيبه لو هو سعره رخص، بس ده مش هيحصل، لان الاسعار كل مدى بتزيد وكل يوم في يعني غلو في الاسعار. دي الحاله الوحيده ممكن اجيبه فيها، انما غير كده لا، انا مش هجيبه تاني بصراحه بسبب سعره بس مش اكتر. انما ككواليتي كجوده، الجوده بتاعته بصراحه ممتازه، حبيته قوي يعني بصراحه، يعني كل حاجه فيه حلوه، ترتيبه حلو، الملمس بتاعه حلو. انا طبعا مش عارفه اوريكم الملمس لان هي حاجات هي فاضيه اصلا، يعني انتوا فاهمين. انا قلت اعمل لكم عنه ريفيو، لان الحاجه زي ما انتوا شايفين انا العلبه لحساها مخلصاها. ده يا بنات الكريم، بس هقول لكم بقى كل حاجه ايه هي يعني. تمام، ده كريم اللي هو الكريم لمنطقه الحفاض، زي ما انتوا شايفين كده كميته كبيره، ده قعد معايا بالظبط سنه، وزي ما قلت لك على حسب استخدامك ممكن اقل وممكن ازيد. ده الكريم الحفاضات، دي بتبقى برضو يعني زي سامبلز كده، يعني عينه صغيره لو انت مثلا خارجه رايحه في حته بتخليها في الشنطه معاكي. تمام، فدي برضو كانت فكره حلوه منهم في العرض اللي انا اخدته. ودي كمان سامبلز صغيره للشامبو كده والبلسم بتاعهم، يعني هو مكتوب اهو باث اند شامبو. ده اللي هو يعني ميني كده، انت شايفين يعني حجمها صغير. دي حجمها قد ايه اصلا؟ اهو حجمها 50 مللي زي ما انتوا شايفين كده، او 50 مللي. دي برضو المفروض ان انت بتاخديها معاكي بقى مثلا في المستشفى ساعة الولادة، عشان اول ما البيبي يتولد بيحموه، اللي هم الممرضات يعني بياخدوه يحموا البيبي، يكون معاكي حاجة عشان يحموه بيها. تمام، هم اصلا في المستشفيات، لو مستشفى يعني الدنيا تمام فيها ونضيفة وكل حاجة طبيعي، هم بيبقى عندهم شاور. تمام، فانت بقى حابه ان انت تاخدي ده ان هم يعني تدوا لهم حموا بيه البيبي اول ما بيتولد براحتك، مش حابه والله عادي. انا عن نفسي ما خدتهوش اصلا، هم حموه بالشاور اللي كان عندهم، يعني ده انا كنت باخده معايا. انا بعد كده لو انا رايحه مثلا عند مامتي بخليه معايا في الشنطه، مش طبعا مش هاخد طبعا العلبه الكبيره دي كلها. يعني بصوا هو ده برضو، ده بقى الكبير، يعني ده الصغير وده الكبير اهو. تمام، انا كنت الكبيره دي مخليها في البيت، والصغيره دي لو انا رايحه مثلا عند مامتي باخدها معايا في الشنطه، مش هاخد كل دي، لان دي كمان حجمها كبير وطولت، يعني دي حجمها اللهم صل على النبي بصوا 200 مللي زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام، طبعا سانوسان مستورده وكل حاجه زي ما انتم شايفين، هي العيال كلها فاضيه اهي، ما فيهاش حاجه بتنزل هوا. لان انا زي ما قلت لكم انا قعدت معايا بالظبط سنه وخلاص، يعني كتر خيرها. تمام، كل حاجه فيها الصراحه عجبتني، مش يعني انتوا عارفين حته الاطفال وبالذات لو اول بيبي ليكي بتبقي عايزه تجيبي له احسن حاجه واغلى حاجه، فانا الصراحه ما استخسرتش وجبت دي. بس لو مثلا عايزه اجيب حاجه تانية، يعني انا دول خلصوا، جبت ايه تاني؟ جبت مجموعه جونسون، عشان بس اكون صراحه معاكم، لان دي غاليه قوي، يعني انا اول بقى بيبي وفرحانه وجبتها ب 700 جنيه وما استخسرتش. بس لو يعني حد برده على قده او مثلا مش هيقدر يجيب دي، لا يجيب مجموعة جونسون، يعني جونسون برضو مش رخيصة بس أرخص من دي بكتير مقارنة بسعر دي، لا أرخص بكتير. فأنا عن نفسي حتى لو ربنا كرمني بعد كده تاني هجيب جونسون، يعني مش هقول بقى مثلا برضو لسه المولود ده جديد فهجيب له مجموعة سانوسان، لا هي بس عشان أول إيه بيبي وأول فرحة فروحت جبت سانوسان. غير كده لو هتسألوني لا أنا هجيب جونسون طبعا. بصوا بقى، ده اللي هو الأويل، كير أويل. تمام، ده ينفع تحطيه على جسم البيبي طبعا بعد الشاور. تقدري، انا كنت بعمل له بصراحه بيه مساج لبطنه، لان ساعات بطنه بتبقى وجعاه طبعا، علبه متبهدله زي ما انتم شايفين اهي، فكنت بعمل بيه مساج لبطنه حلو قوي قوي في المساج. كمان تقدري تستخدميه على شعر البيبي، امن ما فيهوش اصلا ولا سيليكون ولا باربن ولا اي حاجه، يعني هو خالي من اي مواد مضره لانه اصلا للاطفال، غير ان هو مستورد في حاجه نظيفه. تمام، برده نفس الحجم، هو 200 مللي اهو زي ما انتم شايفين. والحاجه الثالثه اللي معايا اللي هو اللوشن اهو،
زي ما انتوا شايفين كده يا بنات مكتوب عليه كير لوشن، تمام. ده برضو لوشن خفيف قوي ناعم قوي، بتحطيه برضو على بشرة الطفل يعني وهو لسه مثلا اخد شاور دلوقتي، بتدهني عليه يا دوبك، هما نقطتين اصلا، انه جسم البيبي بيبقى صغير خالص، فانت بتحطي عليه يا دوبك كده يعني نقطتين، اتنين بامب يعني، وبتدلكي بيه، بيخلي جسم البيبي ناعم وريحته تحفة، واصلا بيخلي البيبي بتاعك ريحة مميزة يعني، بتستخدمي له مجموعة معينة من اول ما يتولد بتحس ان هي دي ريحته. فانا الصراحه كنت بستخدم له المجموعه دي وبستخدم له حاجات تانية. طبعا الحاجات التانية انا هوريها لكم في فيديو تاني للي حابب يعني يعرف انا كنت بستخدم ايه. فانا يعني حابه ان اتكلم معاكم في الموضوع ده، وكمان اللي حابب يا ريت يقول لي في الكومنتس تحت، وانا طبعا هتكلم معاكم باستفاضه عن الحاجات اللي جبتها، وايه الحاجات اللي جبتها ويعني اونلاين نفعتني، وايه الحاجات اللي جبتها فلوس بصراحه يعني اترمت على الفاضي، وهقول لكم برده حاجات جبتها من الصيدليه زي قلتها. فهيبقى في فيديو خاص للماميز بس يعني كده، انا هنا بتكلم عن المجموعه، انما الفيديو بقى ان شاء الله اللي انا بقول لكم عليه في كل حاجه ده في تجربتي ده بقى، انا هقول لكم الخلاصه وكل اللي اشتريته واللي نفع واللي ما نفعش والفلوس اللي راحت على الارض يعني. بصوا يعني في الاخر هنقول الحمد لله الدنيا تجارب، ومفيش حد بينجح من اول مره، طبعا هي تبقى تجربه. انا كنت اول مره يعني اول بيبي ليا، فبالتالي مش فاهمه قوي برده. فيعني الحاجات اللي انا جبتها بقى هقول لكم تجربتي فيها، بحيث اي بنت او اي مامي جديده تبقى عارفه بقى الدنيا ماشيه ازاي، او تجيب ايه وما تجيبش ايه. بس كده حبيت ان انا اكلمكم عن المجموعه دي واقول لكم ان هي خلاصه تجربتي معاها حلوه، مفعولها حلو وبترطب كويس قوي، سواء بقى اللوشن او كريم اللي هو بتاع الحفاضات او الزيت بتاعها الاويل او الشامبو، كل حاجه فيها حلوه. بالنسبه للكريم الحفاضات ده هيطول معاكي لانه تقيل جدا، عامل شبه سودو كريم كده يعني، نقطه منه بتظبط الدنيا عند الطفل، سواء بقى كان في التهابات او في تسلقات او كلام من ده، هي بتظبط موضوع الحفاض تماما. طريقه استخدامه بعد كل استخدام يعني بعد كل حمام الطفل بيعمله، انت على طول بتروحي حاطه يعني بتشطفيه مكان تمام منطقه حساسه عند الطفل، وبتروحي حاطه الكريم، مش هو ملوش ميعاد محدد يا بنات، انت بتحطيه بعد كل حمام الطفل بيعمله. ده بالنسبه للكريم. وبالنسبه للشامبو والشاور وكلام من ده، هو طبعا يا دوبك هم مرتين في الاسبوع يفضل يعني، مش اكتر من كده، خصوصا ان هو لسه طفل صغير وجلد حساس. طبعا الحاجات دي كلها امنه وكل حاجه، بس برده مش عامله على بطال يعني، هو مرتين الطفل اللي هو لسه مولود كويس قوي، مش اكتر من كده برده، عشان ايه يعني بعد الشر اللي قدر الله ما يضربش منك. ده بالنسبه للروتين يعني انا كنت بعمله. اللهم صل على النبي. ايه تاني كنت عايزه اقوله لكم؟ كان في صح نسيت اقول لكم، كان جاي مع الباكج المجموعه دي كلها، كان جاي معاهم علبه مناديل اللي هي مبلله، كان فيها 72 منديل برضو، نفس كلهم على فكره نفس البرفان او نفس الريحه اللي هم حاطينها يعني فيهم، كلهم نفس العطر ده، مفيش حاجه فيهم مختلفه عن الثانيه، حتى المناديل نفس هتلاقيها نفس العطر بتاعها تمام، تحس ان ايه الريحه واحده كده، فريحتهم هاديه قوي وجميله قوي يعني، ولا هتزعجك ولا هتزعج حتى البيبي، لان هم عاملين حاجات ناعمه ولطيفه للبيبي ما تبقاش تقيله عليه. بس يعني هو ده اللي كنت حابه اقول لكم عن المجموعه دي كلها، ولو حد ليه اي استفسار يكتب لي تحت في الكومنتس وهرد عليه، ويا ريت بقى تدعموني كده وتشجعوني بالله عليكم، وتحطوا لي لايكات كتير بقى ويعني فاهمين، وكومنتات بقى حلوه وكده يعني شجعوني ان انا ارجع استمر تاني. وبس كده، انا بحبكم قوي وشكرا على المشاهده، ويعني مش عارفه اقول لكم ايه تاني. المهم يعني انا حابه ان انا بجد اشكركم من قلبي، بس مش عارفه اعبر قوي. المهم يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون خفيف على قلبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب، واستودعكم الله، باي باي.